أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا وقفة متجددة مع كتيب معنى الصلاة على محمد وآل محمد، من تأليف السيد شفيق الموسوي. وكانت لنا وقفة في الأسبوع الماضي مع عنوان من العناوين التي طرحها في هذا الكتيب. في هذه الليلة نتوقف عند عنوان آخر، أكثر بياضاً من الثلج. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام أن المؤمن الذي يصلي عليهم عليه أن يرهن حياته الخاصة والعامة لله تعالى وحده، فيكون هذا الإنسان دائماً في حالة طوارئ إيمانية. معنى حالة الطوارئ الإيمانية هي أن يراقب الإنسان نفسه في سلوكياته، في مواقفه، في ردود أفعاله، في نواياه، فيما يريد أن يفعل، فيما يريد أن يجيب به على موقف معين. هنا يستحضر الرقابة الإلهية، فعندما يستحضر الرقابة الإلهية يعيش معنى الصلاة على محمد وآل محمد. كيف؟ لأنه من خلال هذه الصلاة هو يستحضر الطريقة التي كان يتعامل فيها النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام مع المواقف المختلفة ومع ردود الأفعال، فيريد أن يكون مثلهم. فبالتالي هو عندما يصلي عليهم هو يستحضر منهجهم أيضا في مثل هذا الأمر، فلا ينظر للحرام ولا يأكل الحرام ولا يستمع للحرام، قلبه أكثر بياضا من الثلج، وعقله لا يفكر إلا بالخير والمعروف والإحسان. هذه العناوين هي العناوين التي نعرفها في شخصية رسول الله، في سلوكيات رسول الله، في أخلاق رسول الله، في طريقة تعامله مع الناس. هذه هي العناوين. وكذلك بالنسبة إلى أهل بيته، فعندما نصلي عليهم نحن نقول نريد أن نكون على هذا المنهج الذي قدمتموه لنا عمليا في حياتكم. وكانت هذه العناوين هي العناوين البارزة في أخلاقكم وسلوكياتكم، وبالتالي هذا القلب الأبيض الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان لأهل بيته عليهم السلام، هذا القلب الأبيض نريد أن يكون عندنا أيضا. وهذا القلب الأبيض ما يتحقق إلا عندما تريد الخير للناس وتحسن للناس وتحب للناس ما تحب لنفسك، وهو على هذا الأمر. فلأنه ينظر دائما إلى رقابة الله له يجهد نفسه ليطيعه تعالى. وإطاعة الله تكمن في كل حركة وسكنة يقوم بها الإنسان، ويشعر دائما رغم طاعته لله أنه مقصر مع الله تعالى. حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على عظمة مقامه كان يرى أنه مقصر أمام الله سبحانه وتعالى، على الرغم من أنه نذر كل حياته لله سبحانه وتعالى وجعل كل حياته لله سبحانه وتعالى، ومع هذا كان يرى أنه مقصر. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد. حقوق الله أكبر بكثير مما نتصور،
وأكبر بكثير مما نستطيع نحن أن نقدم عليه ونأتي به. وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. بعد هذه شغلة ثانية، هناك النعم التي يجب أن نشكر الله عليها، أيضا هذه أكثر من قدرتنا ومن تصورنا. ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. أمسوا يعني خلي يصير ليلكم ونهاركم في اتجاه ماذا؟ في اتجاه العودة إلى الله الدائمة. كلما تشعر بالتقصير، كلما تقصر، كلما تذنب، تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا أهل البيت عليهم السلام أن حقوق الله مرتبطة بحقوق العباد. فالمصلي على محمد وآل محمد لا يطيع الله في العبادات ويأكل حقوق الناس. هذا وهذا ما يجتمعون مع بعض، ويظلم الناس ويغتابهم ويهزأ بهم، أبدا لا يفعل ذلك. فيعتقد اعتقادا جازما بما يقوله أمير المؤمنين علي عليه السلام: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. أنت لما ما تظلم أحد، ما تظلم بحق الله سبحانه وتعالى، تلتزم بواجباتك تجاه عباد الله، بواجباتك الأخلاقية تجاه عباد الله، أنت هني تكون في إطار وفي طريق تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وتأدية حقوقه. بعضنا يعتقد أننا إذا صلينا على محمد وآل محمد فإن الله يغفر ذنوبنا حتى وإن لم نطلب المسامحة ممن أسأنا إليه. البعض يتصور هكذا، إنه مو مشكلة يتجاوز على حقوق الناس عادي، مدام إنه ملتزم بهذه الصلاة، يصلي كذا، يؤدي العبادات، يقول الله يغفر لي، الله يسامحني، أنا ماشي صح، أو يقبل أعمالنا إذا تعسفنا وظلمنا واحتقرنا الآخرين. أبدا. يقول علي عليه السلام: فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. وإذا عمل الإنسان المصلي على محمد وآل محمد بما يقولونه عليهم السلام فإن أجره سيكون مضاعفا. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: لكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منهم. الله يضاعف لك الثواب لما أنت تلتزم بمثل هذا. ننتقل إلى عنوان آخر جميل، وهو الإنسان السعيد. فكرة هذا العنوان أن الإنسان المؤمن المصلي على النبي وآله، هذا الإنسان يكون كرسول الله وكأهل بيته عندما كانوا يسعون للبحث عن المواطن التي يحبها الله. شنو شيء يحب الله سبحانه وتعالى كانوا يلتزمون فيه؟ هكذا يكون المصلي على النبي وآله، هكذا يكون المحب لمحمد وآل محمد. يكون باحثاً عن المواطن التي يحبها الله فيأتي بها. يبقى معنى الصلاة على محمد وآل محمد حاضراً دوماً في ذهن المسلم، يدفعه هذا المعنى للسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام. وهذا السير يتجسد في السلوك الإنساني والعبادي والروحي والاجتماعي، وهو يهدف إلى القيام بالأعمال التي يحبها الله تعالى.
ومنها كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا حديث يذكر لنا ثلاثة من هذه العناوين، ثلاثة يحبها الله عز وجل: القيام بحقه، أن نقوم بحق الله، يعني نلتزم بما يريد الله عز وجل منا وننتهي عما ينهانا عنه. القيام بحقه، هذا أمر يحبه الله. والتواضع لخلقه، هذا أمر يحبه الله. لا تصير متكبر، لا تعيش حالة الاستكبار على من حولك، حتى على من هم في خدمتك، كن الإنسان المتواضع على الدوام. والتواضع لخلقه والإحسان إلى عباده، هاي ثلاث عناوين: حق الله، التواضع، والإحسان. معادلة رسالية تحقق رضا الله من خلال ما يلتزم به العبد من أوامر الله ونواهيه فيما يحب ويبغض. الإنسان السعيد هو الذي يقوم بحق الله، وحق الله أن نطيعه ولا نعصيه، أن نطيعه ولا نعصيه، أن نحبه حبا لا نشرك به أحدا، وأن نقدم رضاه على رضا العشيرة والزوجة والولد وكل الخلق. مرات المصالح تتضارب، مرات مصالح الناس تتضارب مع حق الله عز وجل، فأيهما تقدم؟ هذا اللي يقدم طاعة الله عز وجل وما يحبه الله ويقدم حق الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان لما يصلي على النبي وآله هو صادق في هذه الصلاة، هو متفاعل إيجابيا مع هذه الصلاة. وأما الإنسان الذي يقدم رضا العشيرة ورضا الزوجة ويقدم رضا أولاده على ما يرضي الله عز وجل فيعصي الله لإرضائهم، هذا الإنسان وإن كان يصلي على النبي وآله ولكنه لا يطبق معنى هذه الصلاة، لا لم يستفد من معنى هذه الصلاة في هذا الموقف. والسعيد أيضا الذي يفهم معنى الصلاة على محمد وآل محمد، والسعيد أيضا الذي يفهم معنى الصلاة على محمد وآل محمد هو الذي يتواضع لخلق الله، فلو كان أغنى الأغنياء فإنه يعيش التواضع في نفسه ولا يشعر الآخرين بأنه مستكبر أو متكبر، يكون معهم كأحدهم وإن كان هو يملك أكثر منهم بكثير. ويتذكر دوما دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام إذ يقول: اللهم ما رفعتني بين الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. أنا مرتفع بعيون الناس موقف معين، ساعدتهم ماليا، ساعدتهم في من خلال الجاه، ساعدتهم من خلال التعليم، ساعدتهم بإرشاد، ساعدتهم بطريقة معينة، ارتفع مقامي عندهم. يا رب هذه الرفعة في عيون الناس قد تدفعني إلى التكبر والتعالي عليهم واحتقارهم والنظر إليهم بدونية، يا ربي هذه الرفعة اللي صارت في عيونهم أريد أن تحطني في نفسي بنفس الدرجة، بحيث أحافظ على علاقتي معهم، علاقة الإنسان المتواضع مع إخوانه. والذي يعرف معنى الصلاة على محمد وآله ويعرف أحب الأعمال إلى الله هو الذي يحسن إلى الناس، هذا العنوان الثالث، هو الذي يحسن إلى الناس والمجتمع. فإذا كان ميسور الحال فإنه ينفق من ماله للفقير واليتيم والأرملة والمريض والطالب، وإن كان صاحب موقع علم فإنه يعطي من قلبه وعقله العلم النافع للناس ليعيشوا حياة مليئة بالعلم والمعرفة والمسؤولية، وإن كان صاحب موقع ونفوذ فإن الناس تعيش تحت ظل موقعه بأمان وأمن، فلا يعتدي أحد على أحد
ولا يسرق ما أحد مال أحد، فضلاً عن أن هو يسخر موقعه من أجل أن يسرق مال الناس وأن ينهب أموال الناس وأن يستضعف الناس وأن يحتكر ما يحتاج إليه الناس وغير ذلك. ومن الأعمال التي يحبها الله تعالى ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: ثلاثة يحبها الله: قلة الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعام. وثلاثة يبغضها الله: كثرة الكلام، وكثرة المنام، وكثرة الطعام. ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن. ما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن. والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.